وبطريرك الكرازة المرقسية وفخامة الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي، ويديم لنا رئاسته سنين كثيرة متمتعين بسلام الكنيسة وسلام بلدنا ونجاح الشعب في الفضيلة، وأن يعيد علينا أمثال هذا العيد السعيد ونحن مشمولين بعناية ربنا الذي تجسد لأجل خلاصنا، له المجد في كنيسته إلى الأبد، آمين. طب اتفضلوا استريح، اتفضلوا استريح. متشكر جدا، متشكر. اتفضلوا استريح، متشكر. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. طب اقعدوا عشان عايز اقول كلمتين من فضلكم. لو سمحتوا اقعدوا كلكم. طب نقعد بس لمدة دقيقتين أقول كلمة كده وبعدين اعملوا اللي أنتوا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وأنتوا طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا، ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا، مش بس في مصر، مش بس في مصر، في العالم كله. يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها، مش بس في مصر. أنا عارف إن النهاردة مناسبة جميلة ومناسبة سعيدة، وكان المفروض ان انا اقول يعني كل سنة وانتم طيبين، وادي الفرصة القداسة للبابا انه يعني. طب هقول لكم بس تشك. طب ادوني بس فرصة، اولا خلولي ان انا اوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز والله بقداسة البابا وبيكم كلكم، كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بقداسة البابا. وانا عايز اقول لكم وانتوا يعني هيوصل لكم صدق، يعني انتوا ما تعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي أنا بقدر بيه قداسة البابا. وده مش من فراغ، وأنا قلت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه، لكن في كل مرة أسمع حديث لقداسة البابا أو حتى الكتاب اللي يعني صدر عن قداسته، أجد فيه حكمة وفيه بلاغة عظيمة جدا. مش هنسى أبدا القول اللي قاله ده في حديث يعني من الأحاديث الأخيرة ديت، لما قال الأديان تتوافق ومش لازم الأديان تتطابق، مش كده؟ فده صحيح. يعني أنا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما أقول ابدا ابدا. ولازم النقطه دي احنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد انها تبقى متاصله في نفوسنا وحتى في الاجيال القادمه في اولادنا الصغيره، ان احنا نبقى كلنا
ده فضل ربنا. لكن عايز اقول لكم ان احنا محتاجين دايما ناكد في كل مناسبه ان احنا واحد، احنا واحد، احنا واحد واحد. مفيش اي شكل من اشكال التفرقه بيننا، ما ينجحش ابدا. اسمعوا كلامي، مش ليه كنت بقول الكلام اللي انا بقوله ده، والله ما بقوله ليه كنت بقوله، لينا كلنا. بقول الكلام ده لينا كلنا، كل الناس، واحنا بنحبكم، واحنا بنحبكم. فكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. دي اول نقطه حبيت اتكلم معاكم فيها. النقطه الثانيه برضو لينا كلنا. انا شايف ان الناس، اسمعوا كلامي، قلقانه. الناس في مصر قلقانه وخايفه. مش هقول ان ده مش مبرر، مش هقول ان ده مش مبرر، بس اذا كان كلامي يطمنكم لازم تطمنوا. احنا ما بنخبيش عليكم حاجه، احنا ما بنخبيش عليكم حاجه. ولو سمحتوا يا كل الناس، يا كل المصريين، انا ما بقى في كل مناسبه بتكلم واقول، بقول الحكايه عشان تبقوا عارفينها. ما تديش ودنك لحد اقل ما فيه مش مسؤول. يعني ايه الكلام دوت؟ كل واحد يعرف على قده، الموظف، المدير، اللي قبله، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، لغايه لما نوصل لاعلى اللي ربنا اراد ان هو يبقى متولي المسؤوليه. يعني حد هيعرف، مع كل التقدير والاحترام لاعضاء الكنيسه الاخرين زي قداسة البابا في شؤون الكنيسه؟ لا. وبالتالي لما حد، انا جبت المثل وارجو انك تعذرني، قداسة البابا يعني اسمعوا، اللي يتكلم ان ما كانش يعرف واكيد مش هيبقى عارف. تشكر الطفله الجميله اللي بتقول وانا بحبك والله. احيا مصر. بس خلوني انا، اصلي يهمني قوي، متشكر جدا. انا مش هطول والله عليكم عشان قداسة البابا، لكن عايز اقول لكم ان من فضلكم اولا ما تخافوش. طب ليه ما تخافوش؟ الكلام مش ليكم انتوا بس، ما الناس كلها دلوقتي بتتفرج عليا في البيوت. يعني انا بكلم كل المصريين، ما تخافوش لسببين. الاول ان ربنا موجود. هيسيبنا يعني؟ يعني ربنا هيسيبنا؟ انا بقول على ربنا اللي خلقنا كلنا. اسمعوا مني من فضلكم، متشكر جدا. طب اسمعوا مني بس. طب استنى بس، طب انا بس عايز اقول الكلمتين دول مهمين. اسمعوا كلامي، الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم قوي، لان انا شايف وسامع كويس قوي ان الناس في مصر قلقانه. طب انت قلقان ليه؟ يقولك انا خايف عليها، وانا سعيد بخوفك عليها. فانا بقول لكم لا، ما تخافوش لسببين. السبب الاولاني ان ربنا موجود، وهو اعز من الكل واكبر من الكل، ويقدر يعمل كل حاجه طيبه لينا. طب احنا نستحق كده؟ بنحاول نبقى نستحق. ادي واحد. اتنين، احنا كدوله بمسؤوليها حريصين على ان احنا الازمه الكبيره اللي موجوده في العالم ديت تأثيراتها ضخمة جدا. الدنيا هتبقى بعد الأزمة الأخيرة ديت هتبقى مختلفة عن الدنيا اللي احنا شفناها قبل كده.
والأزمة الاقتصادية دي هتأثر في دول كتير لو استمرت الحرب دي السنة دي أو أكتر. طب إحنا فين؟ إحنا الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، وإن كنا بنعاني، يعني بنعاني لكن ما نخافش، ما نقلقش. وبقول من فضلكم، هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير، أقل حاجة اللي بيتكلم ده ما يعرفش، فيقول لك خلي بالكوا قناة السويس قداسة البابا مش عارف هيعملوا فيها ايه، خلي بالك هيبيعوا حاجة ما نقولش عليها. طب ليه؟ مش هقول ليه، لو في حاجة هعملها هقولها كلكم، وزي ما انا بتكلم كده هتكلم واقول. طب حاجة تانية أخيرة وخلاص، هي مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟ هنتخلى عنها؟ أنا بتكلم صحيح. خلاص بقى، عام سعيد، كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يحفظكم، وقداسة البابا دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، دعواتكم الطيبة لينا ولمصر، كل سنة وأنتم طيبين. Yeah.